رجعنا وصلنا لفقرتنا الثانية اللي حنحكي فيها عن استئصال الزايدة والمرارة. تفاصيل كثيرة حتكون معنا مع ضيفنا الثاني الدكتور عبد الغني الشلبي، اختصاصي بالجراحة العامة والتنظيرية. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا، شرفتنا. تسلم يا رب. خلينا نخبر المشاهدين بس عن هالعضوين هدول اللي بالجسم، الزايدة والمرارة، وشو هن شو وظيفتهم. طيب خلينا نفصل الموضوع شوي لانه تمام. كل وحده الحقيقه كل وحده بعيده اصلا كل وحده بعيده بالاصل عن حالها، كل وحده لها وظيفه تمام. شكل تمام. اذا بلشنا بالزايده، الحقيقه الزايده مثل ما بقولوا هي الحقيقه عباره عن عضو، بعض الناس بيعرفوا انه هو عضو غير وظيفي وما له مهمه، ولكن هي الحقيقه الزايده مثل اي عضو بالجسم. الزايده الحقيقه هي عباره عن انبوب رفيع يتوضع بنهاية الكولون أو بداية الكولون حسب ما نحن نقسم الكولون، إنه الكولون ببلش من الأعوار ولا الكولون ببلش من السين، فهي بنهاية الكولون وتقريبا طولها شيء 6-7 سنتي، قطرة شيء 3-4 ميلي تقريبا. الناس بيفكروا إنه ما إلى وظيفة، لكن اكتشف بالحقيقة بالنهاية إنه إلى وظيفة كتير مهمة، إنه فيه شيء اسمه أجرب لنفاوية. جدر الزايدة هي مثل جدر الأمعاء تمام، يعني مؤلفة من ثلاث طبقات، من الطبقة المخاطية والطبقة العضلية والطبقة المصلية. بالإضافة الشيء المهم بالموضوع هو إن فيها بعض الأجرب اللمفاوية. الأجرب اللمفاوية هي الحقيقة اللي إلى الدور المناعي بالجسم، وبالتالي فإلى وظيفة كتير مهمة مناعية. ولكن مناعية، ولكن يمكن الاستغناء عنها إذا صار حدث التهبت واستأصلناها، فيمكن الاستغناء عنها وبالتالي ما بيصير شيء بالجسم. مثل الحقيقة نفس المبدأ، مبدأ اللوزات. اللوزات الموجودة بالتم نفس الشيء الحقيقة، هي عبارة عن في غنية كثير باللمفاويات، إلى دور مناعي، إلى دور مناعي نفس الشيء، لكن ممكن استئصالها بأي عمر وبالتالي ما بيصير شيء بالجسم. الجهاز اللمفاوي الجهاز بيحمي الجسم، بيحمي الجسم الحقيقة، بس أما في شيء بيعوض الحقيقة. تمام. عشان شلنا الزايدة ولا شلنا اللوزات، في شيء بيعوض عن في الدور المناعي اللي موجود بباقي الأجرب اللمفاوي بالجسم كليته. تمام. والمرارة، المرارة حقيقة موضوع ثاني الحقيقة مستقل مختلف نهائيا. المرارة حقيقة هي بتتوضع تحت الكبد ومتسقى بالكبد. المرارة هي عبارة عن شكلها مثل شكل الإجاصة تمام، مثل الإجاصة، يعني إلى قعر وإلى جسم وإلى بالنهاية قناة صغيرة، قناة صغيرة بتصب مع على القناة الكبدية المشتركة، بشكلوا معهم قناة الجامعة، وهدول التنتين الحقيقة بيلتقوا مع القناة البنكرياسية وبيصبوا بالعفج. مهمتها الحقيقة هي تخزين مادة الصفراء اللي بتنفرز من الكبد، وبعدين هي بتقوم بالحقيقة بالتقلص، مو إفرازية، وظيفتها مو إفرازية أكثر ما هي وظيفتها إنه تقلص. وقت واحد بياكل وجبة كتير دسمة، المرارة بتتقلص، بتبعد هالمادة الصفراوية الموجودة فيها مشان تساعد كتير على الهضم، مشان تساعد كتير على الهضم. فالحقيقة الموضوع كتير مختلف، هنيك مناعي، هنيك عشان مناعي. الناس بس ونفس المبدأ الحقيقة، نفس المبدأ أنا دائما بقول للمرضى إنه هي عبارة عن خزان فقط لا غير، ما إلى شيء تاني. هي وظيفتها كثير مهمة، إنه بتساعد على هضم الجسم. وقت واحدة بياكل وجبة دسمة، وجبة فيها أشطة، فيها لحمة، شوي القناة بتتوسع إذا استأصلناها. تمام، هذا موضوع ثاني بعدين بنحكي فيه. وقت بياكل واحد وجبة دسمة كان فيها أشطة وكان فيها لحمة وكان إلى آخره، فالمرارة بتتقلص وبالتالي بتساعد على هضم المواد الدسمة، فدورها الحقيقة كثير مهم بالموضوع. تمام. وبنفس المبدأ حتى لو شلناها ما بيغير شيء على الموضوع، ممكن يصير شوية عسر هضم بعد الاستئصال فقط لا أكثر. معنا اتصال ابو نادر. الو، يا في دكتور. يا اهلين دكتور. هلا اذا مثلا حس بوجع من ناحيه الزايده، ايمتى بيعرف انه في التهاب زايدي بيعمل عمليه؟ السؤال ما كثير واضح، كيف بعرف اعراض؟ طيب الزايدة حكمل انا الحقيقه، هي الزايده بتتوضع بنسميه نحن البطن من اسمه اربع ارباع. إذا أخذنا من السرة خط بالطول وخط بالعرض، الربع السفلي الأيمن هو بتتوضع الزايدة. الحقيقة كان في صور بس على ما يبدو كتير صعب وضعها. تتوضع بالربع السفلي الأيمن من البطن، الربع السفلي. الحقيقة الزايدة إجمالا الحقيقة أعراض زايدة هي أعراض حادة وليست مزمنة. في بعض المقالات بتقول انه في التهاب زايده مزمن، بس الحقيقه هو الارجح لا، الحقيقه هو عباره عن التهاب زايده دائما. الحقيقه التهاب زايده حاد، بلش الالم عشان نعرف انه هي زايده. اول شيء هي عباره عن فجائيه وليست مزمنه، يعني الالم ما بيدوم 5-6 ايام او شهر او شهرين، الالم هو فجائي، خلال ساعه او ساعتين او ثلاثه ببلش الالم، ببلش باعلى البطن، بينزل حوالي السره، بعدين بينزل على نفس ما نسميه على الحفره الحرقفيه اليمنى او ما نسميه الربع السفلي الايمن. تمام. بترافق مع الالم الحقيقه هي شويه ما نسميه نقص شهيه، شويه غثيان، احيانا ممكن يصير معه اقياء.
بعض الأحيان ممكن عند خصوصي عند الأطفال وعند السكري ممكن ترافق بإسهال، بس هو غالبا بترافق بإمساك، والألم بضله عمال يزيد ما بيروح الألم، الألم مجرد يبلش ما بقى يروح، ما بقى يروح فبضل الألم موجود، وهذا دائما تطوره خلال عدة ساعات وليس عدة أيام أو عدة أسابيع. هذا الفرق بينه وبين باقي الأمراض المزمنة. هي الزايدة نسميه التهاب الزايد الحاد، هي آفة حادة، هو مرض حاد وليس مرض مزمن. تمام. هلأ بنحكي على آلية حدوث الالتهاب الزايد الحاد. كتير منيح نوضح، لأنه كتير ناس أي ألم رأساً زايدة الألم يعني هو حاد ويأتي بسرعة ما هيك ويستمر وبيزيد على الحركة الحياة، نحس المريض أنه ماشي وحاطط إيده على خاصرته. تمام. وما قادر يتحرك، لأنه أي حركة الحياة بتزيد الألم بشكل كتير شديد. معنا اتصال تاني دكتور. ألو، تفضل. لين، ألو، تفضلي. مرحبا دكتور. أهلين. شو السؤال؟ انا اسمي لين. نعم، شو السؤال لين؟ تفضلي. دكتور انا عامله عمليه من سنتين مراره، بالليل طوال ما لي نايمه بضل بحس بنفس وجع المراره، يعني حتى احيانا بفيق عم عن من الوجع، مع انه انا شايلت المراره من سنتين، بس مكان الوجع بضل عم يجعني. شو السبب دكتور؟ الحقيقة في أكثر من سبب لهذا الموضوع، يعني سؤال كثير ظريف، هو تفكير ظريف. الحقيقة في أكثر من سبب الموضوع، عندنا سببين رئيسيين. السبب الأول لازم نبحث، حقيقة لازم نبحث عن شيء اسمه حصات بالقناة الصفراوية. أحيانا ممكن يكون في عندنا حصات بالقناة الصفراوية، إما نزلت من المرارة أثناء العمل قبل العملية أو أثناء العملية، أو هي تشكلت بالقناة الصفراوية بعد العمل الجراحي. هي رقم واحد. رقم اثنين، في شيء عندنا بنسميه نحن تنازل ما بعد استئصال المرارة، فبتستمر الأعراض مثل كأنه المرارة موجودة. بيكون في أسباب، الحقيقة نسميها أسباب تشريحية، خاصة أنه بتكون مثلا القناة المرارية طويلة، أو في عنا بحصة صغيرة بالقناة المرارية منسية أو إلى آخره. فمجموعة كثيرة من الأسباب الحقيقة لازم ننفيها. فلازم تراجعي طبيب هضمية يساوي لك إيكو، يتأكد من شو هو سبب الألام الموجودة عندك. ينفي الأسباب العضوية، ينفي الأسباب العضوية، ممكن يكون أسباب نفسية حتى، يعني وسواس نفسية قليلة، وخوف من العملية كثير قليلة. الحقيقة كثير قليلة، كثير قليلة. هذا مسمين الأسباب النفسية. النفسية هي اللي مسمين نحن ما تنازل ما بعد استئصال المرارة. تمام هو. تمام. طيب شو المضاعفات؟ يعني نحن إذا تأخر المريض مثلا، خلينا ناخذهم واحدة واحدة، بالزايدة لازم قد يوصل بسرعة على المشفى، ولا شو شلون بتعملوا، شو الشغلة بتساووه بالمشفى؟ هلا مجرد يصير، خلينا نقول نحن وصل المريض للمشفى عم يشكي من الام، صار عندنا شك التهاب زايدة. تمام. فخطوتين كثير رئيسيات، خطوتين رئيسيات. الخطوة الأولى هي الفحص السريري، لازم بالفحص السريري يعطينا علامات، يعطينا علامات يتأكد لنا انه هو عباره عن زايده، ما هو شيء ثاني. الحقيقه لانه انا اقول بالجامعه ادرس الطلاب بقول لهم انه الزايده هي عباره عن كتاب مفتوح. تمام. ليش كتاب مفتوح؟ لانه هي بتقلد تقريبا مجمل الامراض البطنيه. شو يعني بتقلد مجمل الامراض البطنيه؟ لانه الزايده هي بنسميها، بنقول انه الزايده هي قاعده ثابته موجوده على الاعور، بس نهايتها الحقيقه هي ما هي ثابته، ممكن تكون جنب الأمعاء، ممكن تكون خلف الأعور، ممكن قاعدة بالحوض قريبة على المبيض وقريبة على البوق، ممكن تكون عند السرة خلف الأمعاء، ممكن توصل للكبد لفوق، ممكن للكبد وعند المرارة. وبالتالي الحقيقة بتقلل معظم الأمراض البطنية. فلذلك أول شغلة هي الحقيقة بنسميها الفحص، أول شيء هو الاستجواب، إنه إيمة بلش الألام وكيف بلش الألام وشلون عم يستمر الألام وإلى آخره، شو الشغلات عم تزيد وشو الشغلات عم تنقصه، وين عم بيروح، وين عم يجي إلى آخره. الخطوة الثانية الفحص السريري، نتأكد إنه علامات التهاب الزايدة موجودة. في عنا مجموعة من العلامات نحن من درسهم للأطباء، هالعلامات موجودة. رقم ثلاثة بقى نلجأ للاستقصاءات المكملة الحقيقة، لأنه الحقيقة التهاب الزايدة هو بين قوسين تشخيصه بشكل أساسي وبشكل أولي هو سريري، يعني بيعتمد على القصة وعلى الفحص السريري. وبتجي بقى الفحوص الثانية، فحوص مكملة مثل فحص الدم، هو مساوي نحن تعداد وصيغة، مساوي سرعة تسفل، مساوي فحص بول وراسب، مساوي فحص بول وراسب، مساوي سي آر بي وإلى آخره، سكر بولي حسب عمر المريض. هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة الحقيقة ممكن نساوي فحص أشعة، اللي مسمي إيكو البطن. إيكو البطن له غايتين، الغاية الأولى هو لنفي سبب ثاني، لأنه خصوصي عند البنات أو عند السيدات، أنه ننفي آفة موجودة على حساب المبيض، مثل كيسة مبيض، مثل حمل هاجر، مثل التهاب بوق، التهاب ملحقات. هي الشق الأول. والشق الثاني هو ممكن يكون عندنا حصات بالكلية،
اوقات التهاب الزائده كثير تلتبس بحصات الكليه نسميه نحن بين قوسين كولانج كلوي، فبيجي اوقات كثير بيعطي نفس الاعراض، بس بقى بالميزه انه بالكولانج الكلوي الالم بيمتد للخاصره لورا وبيمتد لاسفل البطن، وممكن يصير مع المريض او المريضه بيله دمويه، وبالتالي الحقيقه بيكون فحص البول هون كمان كثير ضروري اذا كان في شك. طيب شخصنا هلا انه في زائده دوديه، في التهاب، في مشاكل، بنستأصل العمل الجراحي حتما. الالتهاب الزائده حتما جراحي، لا يوجد علاج طبي دوائي، ما في علاج دوائي للالتهاب الزائد، دوم هو علاج جراحي، اما بجراحه تقليديه او بجراحه تنظيريه. هذا المفهوم كثير خاطئ عند الاشخاص انه بيروح بياخذوا ادويه بفكروا بصير معهم بقى مضاعفات. المضاعفات شو هي في حال ما استأصلنا؟ الحقيقه اول شغله هو التشخيص الخاطئ. نحن هون القصه بنسميها التشخيص الخاطئ. ليش هيك عم نحكي؟ ليش عم نقول نحن انه الشغله كثير بتعتمد على القصه السريه والفحص السريري؟ هدول كثير مهمين، هدول شكلوا تقريبا 70-80% من التشخيص، وباقي الشغلات الثانيه عباره اذا تاخرنا بالعمل الجراحي تاخرنا بقى الاختلاطات. عندنا اختلاطين رئيسيات الحقيقه، الاختلاط الاول هو الحقيقه انثقاب الزايده، فانثقبت الزايده في عندي خطين، الخط الاول انه يساوي خراج بارضه، بيساوي خراج بمنطقه الزايده فقط لا غير، والاخطر من هيك هو لا، يساوي قيح بكل البطن، فبينتشر القيح بكل البطن. نحن سبحان الله يعني رب العالمين خالق لنا شيء عضو بالبطن كثير مهم بنسميه السرب او الاومنتوم بالانجليزي، السرب. هذا السرب الحقيقه بنسميه نحن كلب الحراسه. شو يعني كلب الحراسه؟ يعني اول ما بصير التهاب باي منطقه من الجسم، بالزايده، بالكولون، بالمبيض، بالملحقات الى اخره، اول شغله هو الحقيقه انه السرب بيهجم على هالمنطقه مشان يغلف منطقه الالتهاب ما يخليه ينتشر. تمام. وهذا الوقت وهذا الحقيقه بصير عند الناس العاديين، اما عند الناس اللي ضعاف مناعتهم او التشخيص كثير تاخر، او عند الاطفال او عند المسنين اللي عمرهم فوق ال 80 سنه، بيكون حقيقه عتبه الالم عندهم كثير خفيفه، فما بيشكوا من الم الزايده الا بعد يوم او يومين او ثلاثه. فهدول اللي بيصير بقى بالثقب الزايده وبالقيح بينتشر بكل البطن، وبالتالي بيساوي التهاب بريتوان معمم، بنسميه التهاب بريتوان معمم. هذا حقيقه اخطر اختلاط بيصير بالتهاب الزايده، اللي هو التهاب بريتوان موضع او التهاب بريتوان معمم. دكتور معنا اتصال ثاني. الو رؤى. الو تفضلي. ايه مساء الخير. رؤى من دمشق. من دمشق. اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. يا اهلين. بدي اسالك، انا عملت عمليه المراره من سنه لهلا، كل ما باكل بصير معي بعدها مغص واسهال، وبالاخص بعد الصيام هلا. ايه طبيعي، اكيد في بعض المرضى هيك بيصير عندهم، مو كل المرضى بيصير عندهم نفس الاعراض. هي مثل ما حكينا احنا بالبدايه انه المراره هي عباره عن خزان مجرد بياكل الشخص او عم يتناول الاكل، عمال ياكل وجبه دسمه او وجبه فيها قشطه او وجبه فيها لحمه، المراره بتقلص حالها وبتعطي هالماده الموجوده مشان تساعد الهضم. فاذا كان المريض اكل كميه كبيره وكميه بسرعه، فالمفرزات الصفراويه اللي عم تنزل عن طريق القناه الجامعه والقناه الصفراويه ما عندها الوقت الكافي لتساعد على الهضم، وبالتالي هالمواد اللي اخذها هي اللي كان اللحوم وان كان القشطه حتمر بسرعه على الامعاء، وبالتالي بتسبب مغص واسهال. هذا هو الحقيقه يكون السبب الرئيسي. ولذلك المطلوب بهالحاله هي اول شيء نخفف كميه المواد الدسمه وناكل على مهلنا شوي شوي. خليني اشكرك دكتور عبد الغني الشلبي، اختصاصي بالجراحه العامه والتنظيريه، عن جد على المعلومات اللي اعطيتنا اياها، بدل على موضوع استاذ جامعي التسلسل المنطقي والحلو والرائع. الله يخليك. تسلم دكتور احمد. الله يخليك. تسلم بعينك.